أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الكافر الذي يموت وما عرف من الإسلام إلا صورة مشوهة على غير حقيقة الإسلام، هل هو مخلد في النار أم أن الله يمتحنه يوم القيامة؟ يا إخوان، نحن ما كلفنا في هذه المسائل، مسألة العذر بالجهل أو عدم العذر بالجهل. أنا أقول بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم اتضح الحق وقامت الحجة، فكل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة إذا كان عربيا، فالقرآن بلسان عربي، والقرآن ينهى عن الشرك وينهى عن المعاصي وينهى عن الربا وينهى عن الزنا، واضح القرآن في هذا، العربي يعرفه حتى ولو كان عاميا يعرف هذا، قامت عليه الحجة، فما لأحد عذر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغه القرآن قامت عليه الحجة. أما إذا كان أعجميا لا يعرف العربية فلا بد أن يفسر له القرآن بلغته، يفسر له بلغته حتى تقوم عليه الحجة. نعم.